انا مش ولا مستغرب ولا زعلان، ده طبيعي لما لا نخش يا شريف، اي تجربه اصل جديده. انا عارفك يا شريف من زمان، انت شريف موضوع المتطوعين ده انت عشت معاه اه بالظبط، يعني اه قرون طويله انا يعني، فانت اه الموضوع عادي امان يعني. صحيح. بس ودلوقتي طالعين بالانيشيتيف اللي طالعين بيها والمبادره دي، ان احنا نبتدي بقى نشتغل على الارض في انشطه اكتر، ويبقى لينا حاجه مستمره ان شاء الله مع كلام مع المعلمين بصوره دوريه. ان شاء الله. من الحاجات اللي انا لازم اقولها، الاحتفاليه بتاعت مصر الخير اللي كانت من يومين الخاصه بالتعليم، المتطوعين كانوا فوق الهائلين. يعني عشان انا بنتعاون مع مصر الخير بقالنا مده، فالمره دي شفت بقى متطوعين ففرحت بقى، عارف اللي هو مش انتوا بس يا شريف من الاخر، لا في شباب صغير بقى وعندهم حماس ومسؤوليه، يعني انا كنت منبهر بيهم بصراحه يعني. يعني المتطوعين ريحتك كانت بتهفف. المتطوعين في الايفنت ده كانوا ماسكين الجانب التنظيمي للايفنت كله، وفعلا قاموا بدور رهيب ما شاء الله. كلهم يعني ناس اكنهم بروفيشنال، اكنك جايب شركه ايفنتس تقوم بالعمل يعني. طب احنا هنمشي بالمقلوب شويه، يعني احنا هنتكلم عن المدارس المجتمعيه وكل حاجه، بس خلينا نقول احنا عاملين نقول للناس في رحله وفي رحله في رحله، ايه الحكايه؟ طيب انت مش عايز تبتدي بالمدارس ما المجتمعيه؟ نبتدي بالرحله وهنوصل هنوصل لها، عشان هي طيب. الرحله رايحه لها طيب فنعرف احنا تفاصيل. اعلنا يوم الرحله خلاص؟ لا مش هنعلنه على الهواء مش خالص. هنعلنه؟ الناس مستنينا هناك. طيب. لا اتعلم بقى في حاجات افهمها لك في موضوع البرامج والهواء. طيب طيب الرحله هتبقى نازلين مدرسه مجتمعيه. المدارس المجتمعيه دي بتبقى فصل واحد كده صغير جدا على قد الطلبه بالظبط، نازلين بمفهوم جديد للطلبه. الطلبه دي ممكن تكون منهم اول ناس يشوفوا مدرسه في حياتهم، واول مره اول يوم ينزلوا هو اليوم ده او الاسبوع ده، فحابين ان احنا نعمل حاجه السنه دي المفهوم نفسه ما يدخلوش من الضل للنار كده زي ما بيقولوا، نعمل لهم حاجه تفرحهم في اول اسبوع، بحيث يخشوا يحبوا المكان الاول وبعدين يخشوا على الدراسه. هو كده ولا كده يخش على دراسه اجلا ام عاجلا، ودي حاجه هتيجي ولازم هيصطدم بالمنظومه التعليم ولازم هيتعلم وهيعمل كل حاجه، ولكن في الاول عايزين نحببه بشكل ترفيهي ده وشكل دورنا لذيذ. احنا مبتدا دوت كوم.